حدثت الفنانة رانيا يوسف ضجة من جديد بسبب فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2019، حيث اختارت إطلالة مكشوفة بشكل لافت لم تلق قبولا لدى الجمهور. رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة 2019 أطلت بفستان مكشوف من اللون الزيتي، ورغم ملائمة درجة اللون مع لون بشرتها البرونزية إلا أن الموديل الجريء لم يلق قبولا لدى البعض الذين وجدوا أنها دائما تقع اختياراتها جريئة. ولم يكن فستان رانيا يوسف الذي خطف الأنظار فقط، ولكن وضعها لبودر لامع على منطقة السطر بشكل وجده البعض مبالغ فيه. هذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها رانيا يوسف فستانا جريئا لتطل به في المهرجانات، فقد سبق واشهلت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان الأسود الجريء الذي بسببه تم رفع دعوى قضائية ضدها. ومن المعروف عن رانيا يوسف أنها لا تبالي بالانتقادات التي توجه إلى أزيائها، مفضلة الظهور بالشكل الذي تجده مناسبا لها. ويذكر أن الآن يجري حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بحضور كثيف من نجوم الفن.